المسائية منافسات وانطلاقات سن الحقائق، وهذه الحقائق المميزة التي نتابع على أرضية ميدان التحدي والتحديات المستمرة من منافسات شعارات أبناء القبائل الحاضرة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان السيف وأمير البلاد المفدى حفظه الله. نبدأ مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقة لنتعرف على الأسماء المشاركة المنطلقة مع فئات القعدان وانطلاقة الشعارات الكبيرة. أول المراكز حامل الرقم واحد على المركز الأول مكلف حمد بن سالم بن علي بن جهويل المريع المقدمة، وعلى الصدارة ثاني المراكز مخلص على المركز الثاني راشد بن سلطان بن غالب المنصور المركز الثاني. ثالث التحديات، ثالث الأسماء، ثالث الشعارات يتواجد دابان على المركز الثالث أو هنالك المتقدم بهذه اللحظات في هذه الانطلاقة الجميلة. بالفعل دابان تعود ملكية دابان لسالم بن فرحان بن خميس العنزي قادم من المملكة العربية السعودية وخصيصا من ميدان القصيم للمشاركة معنا في أرضية ميدان التحدي. المركز الرابع، رابع المراكز غازي مبارك بن سعيد بن لجبع الخيارين يتواجد شعار على المركز الرابع. المركز الخامس القدوم من قبل خامس المراكز والتواجد من صوقان تعود المكيل راشد محمد بن سعيد آل حنيتم المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط، العودة إلى أول المراكز ليستجد النداء، لأتابع جديد الصدارة، لأتابع المقدمة والبحث عن سيارة هذا الشوط. شوفرليت أو ستيشن هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن سيحظى على أول المراكز. بدأت أمور الصدارة تتغير مع مخلص ليخلص مجريات الشوط لصالحه بانطلاقته راشد بن سلطان بن غالب المنصوري مع الصدارة مع المقدمة. يبحث المنصوري عن النصر والانتصار في هذه الانطلاقة، يبحث بن غالب عن أيضا الفوز مع تواجد شعاره ومع انطلاقة على الصدارة. المركز الثاني التقدم مشاهدينا الكرام والتواجد من قبل راهي وصراهي بهذا الأداء الزاهي لأول ندى محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري مع المركز الثاني غير مجريات الشوط. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من صغان راشد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري مع المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد مشاهدينا الكرام والمنطلق ملهم علي بن عبيد بن عيد بن صياح المنصوري، وخامس التحديات يتواجد غازي مبارك بن سعيد بن لجبة الخيارين. هذا هو النداء الثاني، بدأنا مع المنعطف إلى آخر نحو الناموس نحو التتويج. 1200 اللي بيقرب بهذه اللحظات امور هذا الشوط تسير لصالح بن حنيتم مع الصدارة والمقدمة ومع تواجد صغان على القيادة السليمة راشد بن محمد بن سعيد آل حنيتم المري. يفتتح مجريات الكيلومتر الأخير كيلو العمليات أبناء الشحانية مع الصدارة الضيوف الأعزاء مع المركز الثاني. منافسة قوية، صراع ونزاع نحو الناموس نحو التتويج مع هذه الرياضة ومع هذه المنافسة. المركز الثاني التقدم مشاهد الكرام والتواجد من راهي محمد بن صالح بن عبد الله العامري وابناء الامارات ابناء العين مع المركز الثاني. المركز الثالث ابناء المملكه العربيه السعوديه، وصل شعار البطين ليشكل المنافسه مع هذه الثلاثيه الجميله والرائعه ومع تقدم مهند علي بن عبد الله بن علي ال سيد المري. يا سلام العوده الى الصداره، 500 متر الاحصان مشدوده، ما زالت الامور لم تطفى حتى هذه اللحظات. امور الناموس، امور السياره، انطلق مع الصداره راهي، انطلق راهي، ولكن القدوم الوصول
من المزعج، وصل المزعج، وصل المزعج ليبدأ بالانطلاق ليتميز بهذا الأداء، ولكن ما زال المزعج مع الصدارة. تعود المكيل الطالب بفهد بن طالب بين شريم أبناء أيضا شحارية قادمين مع التقدم مزعج، ولكن ما زال راهي راهي محمد بن صالح بن عبدالله بن حمدون العامري ومزعج، مزعج وراهي راهي ومزعج، ولكن راهي ذهب بالسيارة. سلام مصانع الجنوب، سلام وتحية واحترام لمحمد بن صالح بن عبدالله بن حمدون العامري على هذا الوزن مستحق المركز الثاني المزعج لطالب بفهد بن طالب بن راشد بن شريم المركز الثالث، وصل غالي راشد بن محمد بن سعيد حنيت المركز الرابع. كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل فهد لفهد بن فلاج بن ناصر مغير العتيبي المركز الخامس، وصل ملهم لعلي بن عبيد بن عيد بن صياح المنصوري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا منافسه هذا الشوط، تابعنا الانطلاق الجميل والمنافسه حتى خط النهايه وحتى ايضا خط الفيصل لنستمتع معكم مع هذه المنافسة الأخوية والشعارات الحاضرة والمتواتية. توقيت الزمني لحظة وصول زاهي أو راهي من انطلق بهذا الأداء الزاهي بالفعل. توقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك راهي على هذا الفوز المستحق. محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام المزعج توقيته الزمني 6 دقائق 11 ثانية، 3 أجزاء بنفس التوقيت بالفعل. ثاني التبريكات لمالك المزعج طالب بن فهد بن طالب بن شريم المري المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل صوغان. توقيته الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 11 ثانية 5 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لراشد بن محمد بن سعيد آل حنيتم المري.